أعطيها ليتار قطعة سكر. لساتك بتشربي بقطعة سكر ما هيك يتار؟ ايه اسمعيني، فيكي تبقي هون اذا بدك، وكمان فيني لاقيلك مكان مناسب بالاوتيل، بس انا برايي ما في داعي تبعدي عن ولادك. قلسوم أمي رح أتزوج اليوم الساعة 5 اليوم؟ إيه عابدين قال ما في داعي نستنى أكتر من هيك. هو طلبني من أخي يجيت. أخوك يجيت؟ كيف يعني؟ مثل ما قلت لك، وأنا بست إيده. يجيت قال لك مشان تحكي معي؟ إيه أمي بترجاكي تعي اليوم. لكي صحيح أنا غلطت، بس أنا ما بدي ابني نجدة يتحمل نتيجة غلطي، بعدين أنا ما بدي شي بالمرة. تعي على العرس بترجاكي. أمي في شي صاير لا سمح الله؟ لا ما في شي، أنا بتشكر استضافتكم لألي، بس لا فكرة الأوتيل ولا حتى أني أبقى هون رح تكون صح. اسمحولي أمشي من هون، بكون ممنونة إذا بتطلبي لي تاكسي. يتار يا ريت تسمحيلي أني ساعدك رجاء. ليكي إذا سمحتيلي ساعدك رح أكون أنا الممنون لإلك مو أنتي. بترجاكي. الأفضل أني روح. الأولاد رح يوصلوك لوين ما بدك. يا أولاد وصلوا المدام يتار وين ما بدها.